معتر يا بلدنا يلي بعتقد أبونا زحلاوي عنده اعتراض عليها. أنا بدي أعقب على كلمة وردت في الأغنية معتر يا بلدنا. عندما سمعت هذه الكلمة قلت أحتج عليها، أريد أن تستبدلوها بكلمة ثانية، ابحثوا، ووجدت أنا كلمة أتمنى أن نستبدل بها كلمة معتر، هي معزز يا بلدنا. حلو. لن تكسر إيقاع الغناء، ولكنها تعطي بعدا آخر لمجمل هذه الأغنية. بلدنا يدفع ثمن العالم كله، سوريا تدفع ثمن فداء العالم، وأجيز لنفسي أن أقول كما دفع يسوع دمه فداء للبشرية، سوريا اليوم تدفع دمها ثمنا لخلاص هذا العالم المتهالك على المادة، المتهالك على السلطة، والممارس لكل أنواع القتل على مستوى البشرية كلها دون أن يرتفع صوت في وجهه. نحن نريد من دمشق مع كل من يقف ومع كل من يرجو وكل من يصلي ومن يتوقع من السماء معجزة آتية حتما، نريد من دمشق أن نقول سوريا ليست معترة ولكنها معززة، لأنها ستعيد العز إلى العالم كله. متابعين هالسهرة والحقيقة هالفقرات اللي هلأ عم نسمعها والفقرة اللي جاية يعني كمان فيها واقعية كتير. من مسرحية منصور الرحباني ملوك الطوائف منلاحظ التقاء مقولتين، إحداهما أن التاريخ يكرر نفسه، والأخرى أن المبدع الفذ مثلا الرحابني يستطيع استقراء المستقبل فيأتي إبداعه مناسبا لكل زمان ومكان. هذا يلي رح نلمسه من الفقرة التالية، كلمة موجهة لكل العرب، يا هالعرب مع جوقة الفرح الدمشقية. يا هالعرب أنا واحد منكم، أنا آخر نصر وآخر شاعر، واللي خسرنا إن سكرنا بمجد الماضي ونسينا الحاضر. أنا واحد منكم، أنا آخر نصر وآخر شاعر، واللي خسرنا إننا سكرنا بمجد الماضي ونسينا الحاضر. بكرة إزتنا أينا الزمن اللي جاي، وانكتبوا الدواريخ. بكرة إزتنا أينا الزمن اللي جاي،